المهم هتبدا تشغل 3 و4 فالطيار هيلاقي مسار اسهل انه يبدا يمشي فيه، هيبدا يمشي 3 و4 ويسيب 1 و2. اتفقنا ان الجهد هيبقى نفس البولاريتي، التيار هيبدا يزيد برضه من نفس النقطه اللي بدا عندها كده، ويبدا ياخد فتره لغايه ما يفرغ. المشكله بقى هنا انك هتلاقي عند الاثنين باي، الاثنين باي نفس الكلام. طبعا لو بصيت على تيار السبلاي عشان بس يبقى خلصنا الموضوع ده، هتلاقي تيار السبلاي هو نفس تيار اللود، هو نفس بالظبط تيار اللود بس البولاريتي بتاعته معكوسه زي ما اتفقنا. الفتره اللي هي 2 باي، بعد ال 2 باي مفروض 3 و4 خلصوا شغل يبداوا يفصلوا. لا مش هيفصلوا، ليه؟ لان نفس اللي حصل لواحد واثنين عند الباي هيحصل 3 و4 عند ال 2 باي، ان التيار لسه له قيمه. ما دام التيار له قيمه هيبدا التيار، ما دام ما فيش مسار تاني هيبدا يمشي في 3 و4 لغايه اما حضرتك ايه؟ يتوفر مسار تاني. طب لما يبدا يمشي في 3 و4 في الفتره دي، هتبص هتلاقي ان البولاريتي بتاعت السبلاي بدات تتعكس. هتلاقي هنا لما تتعكس و3 و4 لسه شغالين، هتلاقي الموجب بقى متوصل فوق، الموجب متوصل تحت هنا، والسالب متوصل فوق. فاذا البولاريتي بتاعت اللود بقت بالسالب، عشان كده يظهر جزء السالب زي ما ظهر جزء السالب هنا. والجزء التيار ده خد بالك اللي بعد الاثنين باي انا برسمه هنا، هو ده الاثنين باي بتعتبر صفر لو انت اشتغلت كدوره كامله، تمام. والجزء التيار ده هو ده، تمام، وهو ده تيار اللود بالشكل، تيار السبلاي بالشكل. فاذا دي كده هيبقى الشكل الدايره كامله. خد بالك التيار بتاعك لو طلع بالشكل ده يبقى انا شغال في حاجه اسمها الكونتينوس كارنت مود. كونتينوس كارنت مود ايه ده؟ هو في حاله ثانيه ممكن نشتغل فيها؟ اه في حاله ثانيه اسمها الديسكونتينوس، يعني الكارنت هينزل بصفر وهنشوف اللي هيحصل له دلوقتي. طب افرق بين الحالتين ازاي؟ ما انا لازم قبل ما احل اي مساله اعرف انا شغال هنا ولا شغال هنا، شغال في الكونتينوس ولا شغال في الديسكونتينوس اللي هنشوفها كمان شويه. يبقى انت لازم تعرف ده، هقول لك هتعرفه ازاي دلوقتي. بس دي كده الحاله بتاعت الكونتينوس كارنت مود، التيار دايما بادئ من قيمه وهينتهي عند نفس القيمه، تمام، زي ما شفنا في حاله الان كنترول، مش هينزل صفر، مش هينزل صفر. طيب لو حبيت ارسم الثيرستور فولتج هنا بقى هتلاقي الموضوع سهل شويه. ليه؟ لان الثيرستور فولتج يا اما اون يا اما اوف، مفيش فتره غير الاربعه ثيرستور مفصولين فيه، لا على طول الثيرستورات ايه؟ في اثنين شغالين. يعني ايه؟ لو جيت تبص على شكل اللود قلت لك الفتره اللي هي من الفا لغايه الفا زائد باي كان ثيرستور واحد واثنين شغالين، والفتره اللي هي من الفا زائد باي لغايه 2 باي زائد الفا للحته الصغيره دي كان 3 و4 شغالين. طب لو عايز ارسم جهد الثيرستور رقم واحد، جهد الثيرستور رقم واحد اشتغل من الفا لغايه الفا زائد باي فجهده بصفر في الفتره دي، جهده بايه؟ جهده بصفر. طب بقيه الفترات اللي هي الباقي، الباقي لا كان تي 3 اللي شغال، فاذا تي 1 فصل انا عايز ارسم الجهد بتاعه، تي 3 شغال، اذا تي 1 ده شايل جهد السبلاي كله زي ما اتفقنا معاك. هنا قلت لك مفيش فتره هيبقى الاربعه اتفصلوا مع بعض، يعني مفيش فتره هيظهر فيها نص السبلاي ده، خلاص كده. فده كده جهد. طب لو عايز ارسم التيار، التيار بتاع تي 1 هو نفس تيار اللود بس الفتره اللي كان شغال فيها اللي هو الفتره دي، عشان كده هو نص تيار اللود برضو زي ما اتفقنا. عايز اجيب الاوتبوت فولتج زي ما اتفقنا هنا، بعد تي كام هكمل من الفا، الجهد بتاعك ما خلصش عند الباي زي حاله الار لود، لا ده خلص عند ايه؟ الفا زائد باي، وهيبدا يتكرر تاني. يبقى اذا هنا هكمل من الفا لغايه الفا زائد باي، هيطلع لك 2 في ماكس مع الواي كوساين الفا، ده الافرج فولتج. الافرج كرنت هو البي افرج على الار، الار ام اس فاليو هيطلع لك بعد ما كام، طبعا هناخد ده تحت الجذر وهنبدا نربع اللي هو التكامل، هيطلع لك بي ماكسيمم على جذر 2 لو جيت تختصر ده. الاي اوت ار ام اس ما ينفعش اقول هو البي اوت ار ام اس على ار، ليه؟ لان انا شغال في حاله الار لود، فاذا لازم ارجع اجيب له اكسبريشن للكرنت زي ما شفنا في حاله الان كنترول، زي ما شفنا حاله الهاف ويف، ارجع اجيب اكسبريشن للكرنت وارجع اكامل الاكسبريشن ده. طب الاكسبريشن ده اجيبه ازاي؟ قلنا هنمسك بريد واحد بس، فتره واحده بس اللي هي من الفا لغايه الفا زائد باي، ده كده شكل التيار. واتفقنا ان هو كان بادئ من قيمه انيشال وهنا كان بادئ من قيمه انيشال، فده كده شكل التيار. نفس اللي عملته بالظبط في حاله الان كنترول ده هعمله هنا، يعني تعالى كده نجري بسرعه. هو الفي سبلاي بيساوي الاي اوت ار ام اس زائد الاي اوت في الار زائد ال دي اي باي دي تي، ده من شكل الدايره، خلاص كده. ده معادله تفاضليه من الدرجه الاولى، حلها ستيدي ستيت زائد ترانزنت، ادي الستيدي ستيت اهو وادي الترانزنت اهو،
بحيث دي حاجات بتاعتك تمام. ده لك احول دي اوميجا تي ودي تان فاي زي ما شفنا قبل كده. قلت لك الخطوات دي كلها ثابته في كل الايه؟ كل الاكسبريشنات اللي ان شاء الله هنجيبها قدام خلاص، واللي جبناها قبل كده. الفرق بس هو مين؟ الانيشال فاليو. هنا الانيشال فاليو التيار بتاعك بادئ من الفا، فالاوميجا تي بتساوي الفا، كان التيار بادئ من قيمه انيشال اسمها اي اوميجا او اي اوت. خلاص كده اي انيشال. هبدا اجيب الايه؟ هبدا اعوض اوميجا تي اشيل احطها الفا، اوميجا تي هنا احطها الفا، واشيل التيار ده واحط قيمه الاي اوتبوت، وابدا اخد الايه في طرف وباقي المعادله في طرف، يطلع لك ده قيمه الايه. طيب ده كده شكل التيار، بدل ما حطيت قيمه الايه هيطلع شكله في الشكل ده. يبقى ده كده الاكسبريشن للكرنت. عايز اجيب بقى الانيشال كرنت، لان هنا كل حاجه انا عارفها ما عدا الانيشال كرنت. قلنا هنجيبها ازاي؟ هنمسك اخر نقطه في التيار، نمسك اخر نقطه للتيار. اخر نقطه للتيار عند ايه؟ الفا زائد ايه؟ الفا زائد باي. عند الفا زائد باي كان التيار بادئ من نفس القيمه الانيشال اللي بدا من عندها اسمها الاي اوت انيشال، اهو نفس القيمه. هبدا اعوض في المعادله اللي فوق دي، هيطلع معاك الاي اوت انيشال في طرف، والمعادله في طرف هتطلع لك بالشكل اللي قدامك ده. ولو لاحظ هو نفس الشكل اللي ظهر في حاله الان كنترولد، حاله الشكل الان كنترولد، بس لو الفا طلعت بصفر. انا احط الالفا بصفر، هو نفس الاكسبريشن بالظبط، نفس المعادله بالظبط، تمام كده، اتاكد منها بنفسك. طيب الاي اوت انيشال ده هناخده نعمل بيه حاجه. طيب هنبدا نكمل، بس ان انا هبدا دلوقتي عايز اجيب الاي اوت ار ام اس، هبدا كامل الشكل ده تحت الجذر سكوير، وقلنا انا هجيبه بالكالكوليتور. عايز اجيب الار ام اس سويتش كارنت، هو نفسه الاي اوت ار ام اس، تاخد بالك هو نفسه الاي سبلاي، هو نفسه الاي اوت ار ام اس على جذر 2 الاي اوت ار ام اس، ونفسه الاي سبلاي عشان لو احتجت اجيب الاي سبلاي هكتبها كده نفس الاي سبلاي. تيار السويتش هو نص تيار ده، فهو الاي اوت ار ام اس سكوير على ار. عايز اجيب الاوتبوت باور، عايز اجيب الابرنت باور، عايز اجيب الباور فاكتور، يبقى انا اقدر اجيب المساله واحل المساله. طيب هناخد بقى الاي اوت انيشال ده وهنحتاجه في حاجه. انا قلت لك في حاجتين، في حاله ممكن التيار يبدا من قيمه، وممكن وانت شغال تبدا تجيب الاي اوت انيشال ده، هيطلع التيار بتاعك لو جيت تحل المساله ممكن التيار بتاع الاي اوت انيشال ده يطلع بصفر او اقل من الصفر. ده معناه ايه؟ خد بالك اي مساله في حاله الار لود زي ما قلت لك لازم تعمل حاجه اسمها تشيك، ان التيار اللي انت شغال بيه ده كونتينوس كرنت ولا ديس كونتينوس كرنت. لو كونتينوس كرنت يبقى انت هتمشي بالحاله القديمه اللي انا اشتغلت لك بيها دي اللي فاتت. طب لو ديس كونتينوس كرنت يبقى هتمشي بالجزء الجديد اللي انا لسه هشرحه. طب ايه اللي يعرفني ده كونتينوس ولا ديس كونتينوس؟ اللي يعرفك ده كونتينوس ولا ديس كونتينوس عن طريق الاي اوت انيشال. اول ما تبدا المساله هتمسك الاي اوت انيشال وتبدا تعوض بالارقام دي وتجيب الاي اوت انيشال، لقيته اكبر من الصفر او يساوي صفر يبقى انت شغال في الكونتينوس كرنت الحاله اللي فاتت. خد بالك صفر معناه ايه؟ لو سوى صفر معنى كده ان التيار عند الالفا كان بصفر، وطلع طلع 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 ده ونزل عند الفا زائد باي وصفر، وطلع تاني من عند الفا زائد باي من الصفر، يبقى دي حاجه اسمها ايه؟ الباوندري، بنعتبرها كونتينوس. يعني لو طلع صفر معاك يعتبره كونتينوس، لكن المشكله ده لو طلع مين؟ لو طلع اقل من الصفر. اقل من الصفر معنى كده انت شغال في حاله اسمها الديسكونتينوس كرنت. الديسكونتينوس كرنت تمام، وهنشوف ايه الديسكونتينوس كرنت دي. طيب في تشيك تاني ممكن يبقى اسهل من الاي اوت انيشال. الاي اوت انيشال محتاج مجهود كبير قوي عشان تبدا تحل وتجيب الارقام دي وتبدا تجيب الاي اوت، فسهل. طب التاني ان انت هتبدا تقارن الالفا والايه؟ والفا. الفا والفا. الفا دي عندك في المساله والفاي هي الايه؟ اللود انجل، لا تم ما صنع امر الا على الارض. لو لقيت الفاي اكبر من او تساوي الالفا انت شايف الكونتينوس، وده من هنا. ده معناه ايه؟ لو لقيت ده اكبر من ده الساين دي هتطلع موجبه، فاي حاجه في موجب هتطلع موجبه، يبقى اذا دي كونتينوس. صح كده؟ طب لو لقيت الالفا اكبر من الفاي، لو الالفا هي نفسها الاكبر فساين هيبقى سالب زاويه، لان دي اكبر من دي هتطلع بالسالب، فساين سالب بسالب، فهتطلع دي سالبه، فالاي اوت هيطلع بسالب، فيطلع اقل من الصفر، فيبقى هنا ديسكونتينوس كرنت. يبقى خد بالك بقى انت ممكن تعمل تشيك من هنا على طول، اول ما تشوف المساله تقارن الزاويتين دول ببعض، لقيت الفاي اكبر من الالفا يبقى انت كونتينوس، لقيت الفاي اقل من الالفا يبقى انت ايه؟ يبقى انت شغال في الديسكونتينوس. طب لو انا قارنت لقيت الفاي اقل من الالفا اشتغل ازاي؟ ده بقى الديسكونتينوس كرنت. ركز بقى معايا، زي ما اتفقت معاك انا هبدا من الفا. خلاص كده؟ طيب ايه اسباب ان ممكن التيار يبقى ديسكونتينوس؟ حاجه من حاجتين عشان بس ابقى قلتهم عشان ما انساهمش قدام.
يا اما الالفا بتاعتك كبرت، وهنشوف الحالات دي دلوقتي، الفا بتاعتك كبرت، قعدت تكبر في الالفا، هنشوف السبب، او قللت قيمه الاندكتور، الاندكتور بتاعك قيمته قليله، بدي الحالتين اللي ممكن ايه يخلوا لك تشتغل في الديسكونتينوس. طب لو الفا كبرت او ال صغيره، ايه اللي يحصل؟ ركز كده، خد بالك الالفا هنا انا كبرتها شويه، خليتها هنا تقريبا عند 90، تمام؟ مثلا يعني هتبدا تشتغل تي 1 تي 2 شغالين، فهيبدا الفي اوت بتاع نفس جهد السبلاي في الفتره دي، فهياخد نفس شكل جهد السبلاي لغايه الباي. التيار يحصل فيه ايه؟ التيار هيبدا يزيد، خد بالك بقى من هنا، يبدا يزيد من الصفر ويبدا يزيد 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 يزيد، وهيجي عند الايه؟ عند الباي عايز يقل، فهيبدا يفرغ في مين زي ما اتفقنا؟ هيبدا يفرغ في واحد واثنين، ليه؟ لان حضرتك لسه ما شغلتش ثلاثه اربعه. طب هو هنا فرغ، وهتلاقي ايه؟ وصل للصفر قبل ما حضرتك تدي البلس الجديده. ايه السبب؟ السبب ان ال ال بتاعتك صغيره. ال ال لو كبيره هتاخد وقت اطول في التفريغ. اكبر هتاخد وقت اطول في التفريغ، وممكن توصل لالفا زائد باي. طيب السبب الثاني انك انت بعدت الايه؟ بعدت الايه؟ الفا زائد باي، ده انت خليت الالفا زائد باي او خليت الالفا والفا زائد باي قريبين كده من الصفر هنا، قريبين من هنا. هتبص هتلاقي ايه؟ هتبص هتلاقي ده قبل ما يوصل صفر بدات تدي الالفا الجديده، لكن انت حضرتك بعدت الالفا زائد باي. او بعدت الالفا، خليت الالفا كبيره وخليت ال ال صغيره، دول السببين اللي ممكن تخلي واحد من الاثنين او ممكن الاثنين مع بعض يخلي لك التيار يبقى ديس كونتينوس، ان التيار هنا بدا يفرغ قبل ما تدي الالفا زائد باي الجديده. ان ال صغير او الالفا زائد باي بعيد عنه. تمام كده؟ طيب في الفتره الصغيره دي اللي هي من باي لبيتا الجهد هيظهر بالسالب. بس خد بالك بقى، من بيتا لغايه الفا زائد باي الاربع سلاسل صورة اتفصل. ليه؟ لان واحد واثنين التيار خلاص اللي ماشي فيهم بقى بصفر، وثلاثه واربعه حضرتك لسه ما اديتش بلس، فالجهد اللي هيظهر بايه؟ فالجهد اللي هيظهر هو صفر، مفيش تيار ماشي في الفتره دي. طب هيبدا يظهر جهد تاني امتى؟ لما ابدا ادي بلس بقى لثلاثه واربعه، ابدا ادي بلس ثلاثه واربعه ادي الجهد اللي يبدا يظهر، ونفس الكلام التيار بتاعك هيبدا يظهر وياخد فتره برده كده بعد الاثنين باي، وايه؟ يبدا يفرق. طب الفتره الصغيره دي هي نفسها الفتره ده كده هيبدا يظهر جهد سالب زي ما اتفقنا في الحته الصغيره اللي ظهرت دي، الحته الصغيره دي هي نفسها الحته اللي قدام دي، هي نفسها الحته اللي قدام دي، يعني اللي بعد الاثنين باي هي نفسها الحته دي. خلاص كده؟ فده كده شكل الجهد. من الزاويه دي بقى لغايه الالفا الجديده حضرتك لسه ما شغلتش ايه؟ شغلتش واحد واثنين، فالجهد هنا هيبقى بكام؟ الجهد هنا هيبقى بصفر. فخد بالك هنا الجهد ظهر وبعدين اختفى بقى بصفر، بعدين الجهد ظهر وبعدين اختفى بقى بصفر، التيار نفس الكلام ظهر وبقى بصفر ومشي شويه على الصفر وبعد كده ظهر تاني التيار. فخد بالك ده كده بنسميها حاله الايه؟ حاله الديسكونتينوس كارنت، الديسكونتينوس كارنت. بعرف الكلام ده منين؟ ان انا اقارن الالفا والفاي بتاعتك عشان اعرف انا شغال في الكونتينوس ولا الديسكونتينوس. اذا ده كده، ده كده حاله الايه؟ حاله الديسكونتينوس كارنت. ده شكلها. تعال نبدا نشوف بقى السيرستور. طب السبلاي كارنت، السبلاي كارنت ما قلتوش. السبلاي اتفقنا في البوست هاف سايكل الفتره اللي شغال فيها واحد واثنين نفس تيار مين؟ نفس تيار اللود. الفتره اللي شغال فيها ثلاثه واربعه هو نفس تيار اللود بس البولاريتي بتاعته ايه؟ معكوسه، هو نفس التيار بس البولاريتي معكوسه. خلاص كده؟ فده كده السبلاي كارنت بتاعك لو حبيت ترسمه. طب تعالى بقى نبدا نرسم السيرستور فولتج، وعايزك تفكر فيه كده بقى معايا. ده كده الجهد اللي ظهر. عايز ارسم الجهد بتاع السيرستور رقم واحد. السيرستور رقم واحد ده. السيرستور رقم واحد اتفقنا اشتغل امتى؟ اشتغل من الفا لغايه بيتا، فمن الفا لغايه بيتا جهده بكام؟ جهده بصفر. طب فصل فين؟ فصل في باقي الدايره. طب باقي الدايره الجهد بتاعها شكله عامل ازاي؟ خد بالك بقى عشان فينا حالتين زي ما اتفقنا في الفصل. في فتره كان فاصل واللي جنبه شغال، اللي هي منين لفين؟ من الفا زائد باي لغايه الاثنين باي، والحته الصغيره اللي قدام دي كان ثلاثه شغال، فالجهد اللي هيظهر قلنا لو ده فصل واللي جنبه شغال هيظهر جهد مين؟ جهد السبلاي. فهيظهر جهد السبلاي في الفتره دي، همشي على جهد السبلاي. طب في فترات اللي هي من بيتا ناقص باي لغايه الالفا، ومن بيتا لغايه الفا زائد باي، الفترات دي اللي هو الاربعه كانوا مفصولين. فالاربعه مفصولين هيمشي على جهد مين؟ نص جهد السبلاي. تمام كده؟ يبقى هيمشي على نص جهد السبلاي في الحاله دي. طب التيار بتاعه هو نفس التيار بتاع اللود في الفتره اللي اشتغل فيها بس. تمام كده؟ فده كده تيار مين؟ ده كده جهد السيرستور، وده كده تيار السيرستور.
عايز بقى اجيب الاوتبوت فولتج هنا قارن او اكامل. لما تيجي تكامل هو طبعا واحد على باي او ممكن تبقى اثنين على اثنين باي، من الفا لغايه ايه؟ من الفا لغايه بيتا، جهد ظهر من الفا لغايه بيتا، يبقى انا لازم اجيب مين؟ لازم اجيب البيتا، لازم اجيب البيتا. خد بالك الحاله دي شبه الحاله بتاعت الكنترول في الهاف ويف بالظبط، هي شبهها بالظبط، حتى هتلاقي المعادله بتاعت التيار هو نفس المعادله بالظبط بتاعت الان كنترول، بس هو الفرق انك انت هنا دي واحد على باي في الان كنترول او في الكنترول في حاله الهاف ويف كنترول مع ار ال، هاف ويف كنترول مع ار ال، ارجع لها كده تاني، لكن بس بقارن واحد على 2 باي، هو ده الفرق الوحيد بين الحالتين. يبقى هو ده كانك انت شغال هاف ويف كنترول مع ار ال بالظبط، هو هو بالظبط، بس ايه الفرق في التكامل؟ ان انا واحد على باي هناك، واحد على 2 باي، تمام، هو هو نفس الشكل بالظبط. طب الاكسبريشن للكرنت هو هو نفس الاكسبريشن بالكرنت اللي هيطلع لك في حاله الهاف ويف كنترولد مع ار. لو جيت تبص عليه راجعه بقى كده تاني، ده الانيشال كرنت فاليو بتاعتك دي الايه، هتبدا تجيب المعادله هتلاقي نفس المعادله بالظبط بتاعت الهاف ويف كنترولد مع ار ال. عايز اجيب البيتا طبعا هجيبها بنفس الطريقه بالظبط، ومن الاله اقدر اجيب البيتا عشان ابدا احل المساله. المساله طبعا لو جت ان او لو جت ديسكونتينوس بتبقى الشغل فيها كتير شويه ورخم شويه، وحتى شكل الجهد بتاعها بيبقى مش لطيف خالص، فايه فبتبقى صعبه شويه عن حاله الكونتينوس كارنت. طيب نفس الكلام، عايز اجيب الاي اوت ار ام اس، عايز اجيب السويتش كارنت قلنا لك هو نصه بالظبط، عايز اجيب الاوتبوت باور، عايز اجيب الابيرنت باور، عايز اجيب الباور فاكتور، كل ده الكلام ده سهل وعدناه اكتر من مره، فهتلاقي الموضوع هنا سهل جدا. اخر حاجه في الموضوع هو الفري ويلنج دايت. لو انا حطيت فري ويلنج دايت ايه اللي يحصل؟ خد بالك بقى، فري ويلنج دايت كان ليه وظيفه، ان هو بيبدا يشيل الجزء الايه؟ الجزء السالب. ايه ليه بيبدا يشيل الجزء السالب؟ لان فتره التفريغ كان بيبدا يوفر لك مسار ايه؟ مسار تاني للتفريغ، خلاص يبقى حته التفريغ دي كان بايه؟ كان بيحل لك مشكلتها، ان بدل ما تجبر السويتشات ان تفضل شغاله، لا انا هوفر لك مسار تاني وخلي السويتشات تفصل، فكان الجزء السالب كله بيتشال. هنا بقى هيبدا لك ان دايما في حاله الفري ويلنج دايت الا طبعا على الالفا كبيره جدا، هتبص هتلاقي دايما التيار بتاعك هيبقى كونتينوس، بس طبعا مش هنخش في تفاصيله لان تفاصيله هتبقى كبيره جدا وكتير، تمام كده. تعال نبدا نشوف شغال ازاي. ادي فتره من الفا لغايه باي، هبدا اشغل واحد واثنين، يبقى الدايره نفس الدايره اللي فاتت بالظبط بنفس الشكل، التيار بتاعك هيبدا يزيد لغايه الباي، عند الباي هقع. ليه؟ لان الدايره مش هتكمل، تمام، مش هيكمل في نفس الدايره دي بالظبط. هتيجي عند الباي ايه اللي هيحصل للتيار؟ المفروض هو كان له قيمه عايز يفرغ، هيفرغ في مين بقى؟ ده كده تيار السبلاي طبعا، هيفرغ في مين؟ هيفرغ في الفري ويلنج دايت. لغايه امتى؟ لغايه ما حضرتك تدي البلس دي. يبقى الفري ويلنج دايت شغال في الفتره دي، لا من باي لغايه الفا زائد باي، والتيار فيها بيبدا يفرغ. خلاص كده؟ تيار السبلاي هنا بصفر، لان خلاص السبلاي هنا لو لاحظت تيار السبلاي فصل، انا شلت السبلاي فمفيش تيار ماشي في السبلاي، فالسبلاي هو بس شايف جهد اللود او تيار اللود من الفا لغايه ايه؟ لغايه باي. الفتره اللي اشتغل فيها الفري ويلنج دايت ده التيار مش ماشي في السبلاي خالص، السبلاي مفصول. هتبدا تشغل 3 و4، تبدا تشغل 3 و4، هيبدا الجهد بتاعك يبقى نفس جهد السبلاي، هيبدا التيار برضه يزيد وهيبدا يجي عند الاثنين باي هيبقى ليه قيمه. خلاص تيار السبلاي هو هو نفس تيار اللود زي ما انت شايف بس اتجاه معكوس. بعد كده هيبدا الجزء ده يفرغ لغايه ما حضرتك تدي البلس الجديده في الحته الصغيره دي، هيبدا يفرغ لغايه ما حضرتك تدي البلس الجديده، والجهد طبعا هيبقى بصفر انك عامل عليه شورت بالفري ويلنج دايت، فمفيش جهد هنا، وتيار السبلاي طبعا بصفر هو كمان. فده كده ايه؟ شكل الجهد بتاع لو حطيت فري ويلنج دايت، هتلاقي الجهد بتاعك قلب نفس الشكل بالظبط في حاله الار لود، نفس الشكل بتاع الار لود، التيار بتاعك هيبقى كونتينوس، كل الفترات السالبه اتشالت. خد بالك تيار السبلاي هيبقى مختلف شويه عن تيار اللود، لان في فترات هنا تيار اللود بصفر، لان تيار السبلاي بصفر لكن ده اللود شغال. خد بالك لو جبت اكسبريشن للكرنت هنا هيبقى صعب شويه، بحيث ان في هيبقى في اكسبريشن في حاله الفا لغايه الفا زائد باي، في اكسبريشن تاني لو التيار بدا يفرق من باي لغايه الفا زائد باي، فالموضوع هيبقى صعب شويه. فبيطلب منك هنا في الغالب الافرج فولتج والافرج كرنت، فالافرج فولتج هيطلع نفس الافرج فولتج في حاله الار لود، شوف ارجع كده شفنا عملناها ازاي وبص عليها، والافرج كرنت هيطلع الفي افرج على الار زي ما اتعود، تمام كده. هيبقى لك حاجه صغيره ان هو ممكن يطلب منك جهد الثيرستور رقم 1 مثلا، فكر فيها بقى.
فكر فيها انت، بورد السيرستور رقم واحد هتلاقي لي حالتين، بوم يا اوف، الاون هيبقى بصفر، اوف هتبدا تشوف اللي جنبه مفصول هيبقى نص، شايل نص، نص بورد السبلاي، اللي جنبه شغال يبقى ايه؟ شايل بورد السبلاي كله، فتبدا تشوفها تبدا ترجع لي.